حصد لبنان جائزتين لكل من مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى ومركز بلفيو الطبي على تجربتيهما المتميزتين في مواجهة فيروس كورونا في لبنان، وذلك ضمن إطار جائزة المبادرة الذهبية لبناء الثقة في القطاع الصحي التي أطلقها اتحاد المستشفيات العربية. هذا ومنح الدكتور فراس الأبيض المدير التنفيذي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي لقب رجل العام لجهوده وعمله المميز في مكافحة جائحة كورونا في لبنان.